هنطلع الأول نشوف على أرض الحدث الزميل فاروق صلاح والزميلة سالة حامد، نشوف أجواء المؤتمر قبل بدايته. كل الشكر للاستاذ ابراهيم المنيسي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبرحب بالزميله العزيزه سالة حامد، ويعني يوم جديد وصفحه جديده من صفحات النادي الاهلي، وتوقيع عقد الرعايه ما بين النادي الاهلي والراعي والبنك الرئيسي للنادي الاهلي، بنك ابو ظبي الاول مصر. سالة، اعتقد يوم مهم ولحظه من اللحظات المهمه. النادي الاهلي بيتميز في هذه الامور النهارده، توقيع عقد الرعايه ما بين النادي الاهلي والراعي والبنك الرئيسي بنك ابو ظبي الاول مصر، اعتقد يوم مهم جدا يا سالة. بالفعل يا فاروق، زي ما انت قلت، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بيك واكيد ارحب بالاستاذ ابراهيم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن زي ما انت قلت يا فاروق، يعني تاكيدا على كلامك، انه النهارده ان شاء الله طبعا توقيع العقود ما بين يعني بنك ابو ظبي الاول مصر وطبعا نادينا العظيم النادي الاهلي، ان شاء الله النهارده يعني التوقيع والمؤتمر الصحفي يكون على اعلى مستوى، يعني يليق ان شاء الله باسم النادي الاهلي زي ما انت قلت. بالفعل دايما النادي الاهلي متفرد في هذا الامر يا استاذ ابراهيم، يعني لما بنتكلم على العقود الرعايه، ويعني من ايام قليله بنحتفل بتوقيع عقد الرعايه ما بين النادي الاهلي واتصالات مصر، النهارده بيتقرر مع بنك ابو ظبي الاول مصر. ولما بنقول الرعايه هي ثقه وقيمه ومكانه النادي الاهلي وشعبيه وجماهيريه النادي الاهلي اللي بيتميز بيها ويتفرد بيها. الاستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك ابو ظبي الاول مصر لما اتكلم ويتحدث في هذا الامر، قال احنا بنبحث عن يعني توجيه كل الدعم للنادي الاهلي وايضا استغلال شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي. الرعايه مش مجرد ارقام، لا دي يعني زي ما نقول ثقه ونجاحات يا سالة، واعتقد بطولات مهمه جدا، تاريخ وقيمه ومكانه النادي الاهلي بتضع هذا الامر في المشهد اللي احنا بنشوفه، وجود بنك ابو ظبي انه يكون البنك الرئيسي للنادي الاهلي. بالتاكيد يا فاروق، زي ما انت قلت، يمكن طبعا بنك ابو ظبي يعني هو ثاني اكبر بنك في الشرق الاوسط، ويمكن طبعا من اكبر البنوك كمان في دوله الامارات العربيه المتحده. وكمان خليني يا فاروق اوضح للساده المشاهدين البرنامج النهارده الخاص بالمؤتمر الصحفي في لي طبعا يعني توقيع العقود ما بين النادي الاهلي وبنك يعني ابو ظبي الاول مصر. يمكن خليني طبعا اقول انه في البدايه ان شاء الله البرنامج هيكون يعني مع كلمه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبعد كده ان شاء الله هيكون في كلمه للاستاذ محمد عباس فايد رئيس التنفيذي لبنك يعني ابو ظبي الاول مصر، وبعد كده ان شاء الله يعني اللحظه المنتظره اللي طبعا كلنا مستنيينها يا فاروق، اللي هي هتكون توقيع العقود ما بين يعني بنك ابو ظبي الاول مصر وطبعا يعني احد ممثلين لبنك ابو ظبي، واللي هتكون طبعا الموجوده الاستاذه مريم السمني، وبالتاكيد ممثل النادي الاهلي وهو الدكتور التنفيذي للنادي الاهلي. كمان يعني خلينا نقول انه الحضور ان شاء الله النهارده يا فاروق هيكون طبعا لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، هيكون العدد ان شاء الله المفترض هيكون بالكامل، وايضا هيكون متواجد مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي وبعض اللاعبين من الفريق الاول، وكمان يعني احد اللاعبين من يعني الفرق للالعاب الاخرى سواء كره السله او كره الطايره او طبعا كره اليد. ويمكن خليني برضه اقول للساده المشاهدين يا فاروق يعني انه قبل المؤتمر الصحفي يعني بعده ايام، يعني حوالي مثلا اربع ايام، كان في زياره يعني لي او من وفد بنك ابو ظبي الاول لمصر للنادي الاهلي، وكان في الزياره دي كان متواجد يعني العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وايضا الاستاذ او المهندس خالد المرتجي امين الصندوق، وايضا الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ويمكن الزياره دي وزياره الوفد ده للنادي الاهلي كانت يعني اللي بيتكلموا عن تفاصيل طبعا عقود رعايه النادي الاهلي والمؤتمر الصحفي اليوم، ويمكن كمان الوقوف على كافه التفاصيل الرعايه والخطط المستقبليه الخاصه بالرعايه. يعني الزياره دي كانت متواجده او موجوده قبل المؤتمر الصحفي بعده ايام، طبعا الحديث عن المؤتمر الصحفي اليوم. فيعني خلينا نطمن الساده المشاهدين ان شاء الله النهارده يا فاروق يعني المؤتمر الصحفي هيكون حاجه كبيره، يعني تنظيم على اعلى مستوى ان شاء الله يليق باسم وعظمه نادينا النادي الاهلي. بالفعل الزميله العزيزه سالة، وخلينا يعني انوه الامر مهم يا استاذ ابراهيم، هو الدور الكبير جدا اللي بتلعبه الشركه المتحده للتسويق الرياضي طبعا، والمهندس سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركتي السادات الوطنيه وبرزنتيشن لايف والعضو المنتدب، دور كبير جدا. وليه اختيار بنك ابو ظبي؟ يعني هو رابع اكبر بنك اجنبي في مصر، بيتمتع بوجود اكثر من 70 فرع داخل جمهوريه مصر العربيه، بيتواجد في خمس قارات، القاره الافريقيه والقاره
قاره اوروبا واسيا وايضا الامريكتين، وهو مصنف من احد اهم المؤسسات الماليه على مستوى الشرق الاوسط. وخلينا واحنا بنختم معاك يا استاذ ابراهيم، ليه النادي الاهلي بيلجا يعني يكون موجود بنك بحجم وقيمه بنك ابو ظبي يا سلا؟ النادي الاهلي بيحاول يعظم الموارد الماليه للنادي الاهلي لمواجهه طبعا المصروفات وواجهه طبعا التزامات نحو الانشطه الرياضيه والبنيه التحتيه اللي النادي الاهلي بيسير فيها بخطى اكثر من رائعه طبعا في خطوط متوازيه مع النهضه اللي بتشهدها الدوله المصريه. دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس. الان تعود الكلمه للزميل العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي. شكرا جزيلا فاروق صلاح وسلا حامد من المؤتمر.